بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. بماذا ردت دار الإفتاء المصرية على محمد صلاح بعد أزمة شرب الخمور؟ إليكم التفاصيل متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة في عز الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. بعد 3 منشورات علقت دار الإفتاء المصرية على الجدل المثار حول تصريحات أطلق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعب منتخب مصر بشأن شرب الخمر في حوار مطول على قناة NBC مصر، عندما سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه عندما يعرض عليه شرب الكحول النبيذ الشمبانيا في المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وبين الطبقة المشهورة وفي حفلاته، فأجاب صلاح مبتسما: معرفش، بحس إنه نفسي ما راحت لإني اشرب حاجة، يعني نفسي مش بتروح لي عشان اشربه. واشعل هذا الجواب مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر ومدافع عن رده. وقالت دار الافتاء ليل الاحد في منشورها الاول ان تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة واجماع المسلمين، مستشهدة بآيات قرآنية وحديث نبوي. وفي منشور ثاني قال دار الافتاء: ان اذا كان الشرع الشريف امر بعدم فعل المحرمات التي منها شرب الخمر فإن ذلك يحصل أيضا بترك الشيء المحرم وعدم القصد إليه، فالمسلم يخرج من عهده النهي بتركه وعدم القصد إليه. وقالت في منشور ثالث: عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته. وبعد نشر المقابلة فورا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر جواب صلاح، حيث رأوا أنه كان يجب أن يجيب بأن شرب الكحول من المحرمات والكبائر، وبين مدافع عنه بالقول بأن صلاح خير سفير الإسلام في الغرب. متابعينا، يقول فيديو رجال اشتراك القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.